مشاهدينا الكرام، ينضم معنا من دبي دكتور علي الجابري رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز. أهلا بكم دكتور علي. بداية، اعتراف العامري بالتقصير في تقديم الخدمات الأساسية في العراق على مدار 15 سنة، هل يمكن اعتباره صك براءة له؟ حياك الله أخي العزيز. ابتداء، هو لم يعترف بالتقصير، هو اعترف بالفشل الكامل لسلطات ما بعد عام 2003 منذ احتلال العراق وحتى اليوم. هذا الاعتراف لو كان من شخصية سياسية معتدلة حاولت أن تقدم بعض الشيء، بعض الخدمات، بعض العمل إلى جمهورها لتقبلناها، لكن دعني أقول أولا، إذا كان يعتذر عن خطأ ارتكبه منذ عام 2003 ولحد الآن، نتحدث عن 15 عاما، إذن لا توجد لديك فرصة أن تطلب الاعتذار وتبقى في منصبك وتبقى في امتيازاتك ومؤهلاتك. إذا كان اعتذارك صحيحا يا هادي العامري، يجب عليك أن تقول نعم أنا أخطأت وأنا أعتذر للشعب العراقي وسأغادر المنصب، لو كان صادقا فيما يقول. دكتور علي، إذا تابعت حضرتك المحاولات التي وصفها العراقيون بأنها محاولات تخديرية ومحاولات لامتصاص الغضب الشعبي، منها قضية إعلان الوظائف 10,000 وظيفة والتي فوجئ شباب البصرة بأن ملفاتهم في سلات المهملات في النفايات، ومنهم من استمع إلى حديث هادي العامري، هل يمكن أن تنطلي هذه المحاولات على المجتمع الذي عانى 15 عاما؟ قبل ذلك، لا نريد أن نقفز على الأحداث، لا نتحدث عن 15 عاما فقط، نتحدث عن تاريخ مليء بالسوات لهذا العامري. هل ننسى لهذا العامري يعتذر عن 15 عاما أم يعتذر على مقاتلة الجيش العراقي ضمن صفوف الجيش الإيراني سابقا في الحرب العراقية الإيرانية؟ على ماذا يعتذر؟ يعتذر على كل هذا الفساد وهذه الميليشيات التي عاثت في الأرض فسادا. منظمة بدر أول ميليشيات دخلت إلى العراق في عام 2003 وبدأت تصفية الكوادر وتصفية الأطباء وتصفية الناس المتميزين في هذا البلد، وهجرت المئات منهم. وأذكر يوم 10/4 أو يوم 11 من نيسان بعد احتلال العراق، نزلت أول قوائم باسم فيلق بدر تهدد بعض الشخصيات وبعض الأطباء والمحامين والصحفيين. فهذا ضحك على الذقون أخي، هذا جزء من استمرار الحملة الدعائية الإعلامية التي مارسوها قبل الانتخابات. لكن الفرق في الموضوع، عندما اعتذر هادي العامري هذه المرة لأنهم أدركوا خطورة الموقف وخطورة هذه الثورة وخطورة هذه الانتفاضة، لأنها انتفاضة جادة، شعروا بالخطر على مناصبهم. كانوا جادين، لماذا لا يستقيلوا دكتور علي؟ وأنا من هذا المكان أدعو كل الثوار وأدعو كل العراقيين إلى عدم الأخذ بأبر المورفين التي يحاول تقديمها رئيس الوزراء والتي يحاول تقديمها العامري، وقبل العامري قال لها مشعان الجبوري، وقبله قالت حنان الفتلاوي سرقنا وقسمنا الغنيمة. لا ننسى هذه الاعترافات، علينا أن نحاسبهم واحدا تلو الآخر، وهذه الفرصة التاريخية لأبناء الشعب العراقي لاسترداد حقوقهم. طيب، العامري في حديثه برأ المتظاهرين من الانتماء لتنظيم الدولة داعش والبعث كذلك، وأنهم محقون في مطالبهم. في نفس الوقت نرى استمرار إطلاق النار على المتظاهرين، ونرى أطرافا سياسية أخرى تتهمهم بالدعشنة وأنهم بعثيون. ما الذي يمكن أن يفهم من هذا التناقض بالتصريحات وكذلك التعامل العنيف مع المتظاهرين؟ هو لا يوجد تناقض، هو الآن هذه أشبه بتبادل أدوار بين كل الأطراف في العملية السياسية العراقية، أحدهم يحاول استمالة المتظاهرين والآخر يحاول ضربهم بأسلوب الترهيب والترغيب. هذه التهمة منذ 2003 وإلى غاية هذا اليوم اعتدنا عليها وأصبحت ممجوجة، وعليهم أن يبحثوا عن تهم أخرى. الشاب الذي ولد في عام 2003 أو في عام 2000 ولم يكن يعرف معنى البعث، اليوم أصبح عمره 15 سنة فما فوق، 18 19 20، هؤلاء شباب يبحثون عن فرص للعيش، هؤلاء عبروا البحار من أجل أن يهربوا إلى أوروبا. عليهم لا ينسون أن كل شبابنا الذين خرجوا إلى أوروبا كان بإمكانهم أن يحصلوا على فرص عمل،
وحياة كريمة في وطنهم الذي يعتبر من أغنى البلدان، لكن سرقات هذه الطبقة الفاسدة الحاكمة هي التي أوصلت هذا الشباب وعلى شبابنا. وعندي ملاحظة مهمة إذا تسمح لي. تفضل. المورفين الذي يحاول تقديمه رئيس الوزراء بإرسال وفد إلى المحافظات يجب أن ننتبه إليه بشكل واضح. الآن يحاولون اختصار المنتفضين وأصحاب الثورة برؤساء العشائر، وهذا الكلام غير مقبول. الذين خرجوا في الشوارع هم شباب العراق، هم الشباب الذين يعانون من الوظائف والفساد والمحسوبية، لا يحصل على وظيفة إلا يدفع مبالغ طائلة لأشخاص في الدولة حتى يحصل على وظيفة. فإذا كنتم تبحثون عن محاورة حقيقية مع الشعب، تحاوروا مع هؤلاء الشباب واذهبوا إلى ساحات الاعتصام، لا تجلسون في مضايف الشيوخ الذين يقبضون من الدولة رواتب شهرية وتقولون نحن نحاول أن نحل هذه المشكلة. طيب، أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الجابري، رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز، كنت معنا عبر الهاتف من دبي.